ما احنا لازم تشريح المجتمع جزء من اللي بيقوم بيه الكاتب من غير ما يدي اي احكام. دلوقتي انا هقول لك مثال واحد، اسماء، عشان انا عارفه انك بتحبي اشياء رائعه. التنمر اللي مرت بيه اسماء لانها فلاحه، ده موجود عندنا ولا لا؟ فكره الفلاحين طبعا لحد دلوقتي، فهي انها حتى معاها فلوس بس فلاحه، دي فلاحه يعني، مش لبسها فلاحي يعني. فكره انا اتريق على حد عشان شكله، عشان لبسه، علشان طريقه كلامه، علشان انا شايفه ان هو جاي من بيئه مختلفه عني، هي دي طبعا من اقصى الاشياء اللي بتؤدي الى يعني مشاكل كبيره جدا في اي مجتمع، وهي طبعا حاجه ضد الانسانيه عامه. فانا كنت في الروايه اشياء رائعه، ما كانش قصدي ان انا عايزه ادي درس للناس، لان الدروس ما تنفعش في الادب، بس انا كنت بوضح الموقف في اللحظه اللي زي ما انت قلت تنمرت بيها زوجه القبطان مثلا، وطردتها وكلمت معاها بطريقه وحشه وتعاملت معاها يعني بطريقه مهينه للكرامه جدا، وهي مش قادره ترد عليها. ففي اللحظه دي انا كنت عايزه بس اوضح اللحظه واسيب القارئ بقى يحس بيها. لحظه لما راحت مثلا المصيف بتاع الناس الاغنياء قوي، وهم شافوا انها بلدي وفلاحه فلازم تمشي، احنا بنشوف الموقف ده بيحصل لحد دلوقتي كل طول الوقت. بس انا بقى لما احطه في الروايه، انا عايزاك زي ما تكوني انت بتواجهي نفسك، الله وانا عملت كده قبل كده، طب انا، طب ايه ده، لا ده مؤلم قوي، عارفه زي بالظبط لما تكوني بتكتشفي طب الانسان ده حس بايه اللي انا يعني قلت له كذا. فانا بالنسبه لي الروايه بس عشان توضح للناس الالام، حجم الالم اللي بيحصل لحد تنمر بيه. قاضي قوس الحقيقه من الشخصيات اللي انا بحبها قوي يعني، انا مبسوطه ان انا عارفه ساعات انت ككاتبه كده تحسي انك مبسوطه انك في شخصيه معانا كتبتيها فخوره بيها، زي كنا بنتكلم دلوقتي على اسماء مثلا في اشياء رائعه، من الشخصيات اللي انا بعتز بيها جدا، بحس انها شخصيه موجوده. اسماء في اشياء رائعه، الام المصريه بطريقتها في المعامله مع اولادها اللي هي ممكن تقسو جدا وفي نفس الوقت تضحي بكل حاجه عشانهم، بس عندها برضو السيطره والقسوه عندها كل، والحنان الشديد جدا، الطموح الشديد لاولادها، دايما عايزاهم احسن ناس ودايما عماله ان هي تدفعهم للنجاح. وانا بكتب بقى قاضي قوس ده، شخصيه عمرو القاضي دي كنت بحبها جدا لان هي شخصيه انسانيه طبيعي. أولا القدرة والتصميم على الحق، اللي هو مستعد هيضيع عياله، ممكن يتقتلوا، حياته كلها يعني هتروح لمجرد إن هو عايز يقيم الحد على الراجل اللي قتل ابن بائعة الملح، اللي هي بائعة الملح الست الفقيرة اللي ما عندهاش حد هيقف معاها ولا سند، ويجي القاضي ده ويقول إن هو لازم هيقيم الحد على اللي عمل كده في ابنها، ومع ان اللي عمل كده في ابنها ده من اولاد الناس، من اولاد امراء المماليك يعني، حد ما مش بسهوله ان هو يقيم عليه الحد. فهذا التصميم للوصول الى الحق اللي ساعات كمان بيحتاج منه الى بعض الخبث، وده مش وحش لان هي الحروب برضو فيها بعض الخبث او فيها بعض الذكاء. ما هو ما ينفعش ان انا هوصل للي انا عايزاه لمجرد ان انا هفضل اقول ان لا 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 انا بعمل كل حاجه صح، ما انا لازم كمان اسعى. فالسعي ده خلاه ان هو يقدر يحاول يقنع السلطان برقوق مثلا وهو عايز ايه. فكمان الجزء الانساني اللي فيه، هو انسان يعني ممكن يكون عنده برضو الضعف الانساني، الطمع الانساني، فانا كنت بعبر عنه كانسان بالخير والشر اللي جواه. يعني مش متاكده لسه قوي، مش عارفه اذا كنت هكمل تاريخ ولا لا، غالبا بتهيألي هكمل تاريخ لان اكتشفت ان تاريخ مصر فيه حاجات كتير قوي جميله يعني، فيا رب بقى ان شاء الله معانا. بصي انا بحب كل الشخصيات، انا بحب لما اكون كاتبه شخصيه يعني رسمها كويس فحباها يعني، حاسه انها مرسومه حلو، فمبسوطة مثلا بشخصية القاضي عمرو، حاسة انها مرسومة بطريقة حلوة. طبعا بحب الامير محمد جدا، لا كل الشخصيات بحبها يعني. في الرواية الجديدة طبعا الشاطر حسن حاجة غير طبيعية يعني، شخصيته بالنسبة لي مهمة قوي، في كتير قوي من في افكاره، في طريقة فكرته عن الانتصار والهزيمة، في يمكن في نضجه اللي حصل له، لا يعني شخصية برضو بحبها قوي. وجليلة طبعا، شخصية جليلة برضو فيها من يعني كل الشخصيات تحس فيها مني، حتى الشرار اللي في الروايات اللي بيبقى فيها من الكاتب، بس الكاتب بيحاول ان هو شخصيه جليله، شخصيه المراه اللي هي بتحاول انها تتعلم وتثور بنقائها وادبها والتقاليد بتاعتها، لكن هي عايزه توصل لحاجه افضل في المجتمع. دي برضو شخصيه مهمه جدا. يعني انا لسه واحده امبارح بعتالي قرت الروايه سبيل الغارق، فطبعا سبيل الغارق بتتكلم على فكره ان انا ودي بنت المدرسه، ازاي هي فكره ان انا اول بنت مصريه تروح مدرسه حكوميه، المجتمع يتقبلها ازاي؟ لا المجتمع مش متقبلها خالص، ودي ليه اهلها بيعملوا فيها كده، ودي ليه محتاجه فلوس، طب هي هتنزل كل يوم ازاي؟
فواحده امبارح بعتالي بتقول لي انا عايزه اقول لك ان المشاكل دي عندنا ما زالت هي هي. صحيح مش هتروح انها تروح المدرسه او ما تروحش، بس فكره ان البنت اللي هتروح تسافر بره لوحدها مثلا او البنت اللي هتعمل حاجه لسه في برضو لسه في بعض المشاكل اللي في الروايه موجوده.